والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى احنا كمتصوفة ولسنا شيعة بيقولوا علينا ان احنا عبدة الأضرحة، بيقولوا على المتصوفين انهم عبدة الأضرحة. نعم نحن عبدة الأضرحة التي تقربنا الى الله سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يا حبيبي يا سيدي يا سيدي يا سيدنا عبد القادر جيلاني يا سيدنا محمد بهاء الدين نقشبند يا بدلاء يا نجباء يا نقباء يا أوتاد يا أخيار يا مسلمو الجن عموما يا ملائكة السماوات والأراضين رجال الله.